تكنولوجيا تقنيات البناء مدهشة يجب أن تراها. سام يستطيع سام أن يحل محل الطاقم عمل كامل ويؤدي العمل أسرع 5 مرات منهم، حيث يضع العمال من 200 إلى 500 قالب من الطوب. يستطيع سام وضع حتى 2000 قالب جنبا إلى جنب مع التوزيع بشكل منظم جدا. وعلى الرغم من ذلك فإننا ما زلنا بحاجة اليد البشرية، حيث يجب أن يضع أحد العمال القالب مع الإسمنت ليقوم سام بدوره ويصف القوالب ثم يزيل العمال الزائدة من الإسمنت. هانك لينجر الراصف الهيدروليكي الأوتوماتيكي، كل ما عليك هو أن ترص القوالب في الراصف ليقوم هو بوضعها، وكن واثقا دائما أن القوالب ملتصقة بالفعل ببعضها وجاهزة للرصف. يستطيع هذا الراصف صف أحمال ثقيلة كما يضمن سطحا مستويا تماما. هورنت باور رابر هذه الأداة الهيدروليكية الكهربائية مصممة لجمع الحجر الجيري وتعمل كمقبض فعال مع أي حفار ب 35 طن. يرفع الحفار الحجر الجيري كاملاً ثم يكسره ويقسمه لقطع صغيرة كما يصدم في سحق الأحجار الكبيرة أو الإسفلت. كولومك سيستم هذا جهاز مثالي لسحق ومزج كل شيء بما فيها الرمال والطوب، مما يضمن لك مواد جاهزة تماماً للبناء، ويضمن لك هذا جهاز السرعة والدقة في الأداء. MBC50 هذا دلو ملائم تماماً ليعمل مع أي نوع من الحفارات والأوناش، وهو مثالي لهدم البناء وللبساتين والإسفلت ولوضع أنابيب المياه. هذا دلو صديق للبيئة ومرن للغاية، ويضمن لك عملية بناء آمنة تماماً. The Pad لقد أثبتت الطباعة ثلاثية الأبعاد إنجازات كثيرة في كل مجالات الحياة حتى البناء، واليوم تستخدم هذه الطابعة لبناء بناء كامل، ويدخل الإسمنت نفسه الموجود في جميع بلاد العالم في هذه الطابعة لتنتج طبقات كاملة من الإسمنت. سمك الطبقة الواحدة 20 ملم وبعرض 50 إلى 70 ملم، وجدير بالذكر أنه تم إثبات مقاومة الجدران. كما يمكن لهذه التقنية إحداث ثورة في تصميمات البناء، والفضل يعود لهذه الطابعة المدهشة. AHK هذه الرافعة الرائعة ذات النظام الحديث والعصري تستطيع رفع حتى 36 متراً ورفع وزن يصل حتى 2400 كيلوغرام، ويصل وزنها هي إلى 3.5 طن فقط. Flight Assembly Architecture بمساعدة هذه الطائرات المبرمجة مسبقاً تغطس 1500 وحدة من فوم البوليسترين في نظام بالغ الدقة. المدهش في هذه الطائرات هي قدرتها المذهلة على بناء أشكال هندسية دقيقة، والأكثر من ذلك قدرتها على التواصل الفعال بحيث لا تتصادم بينما تطير وترص الوحدات. ETH Zorak Robot هذه القطع الخشبية المصوصة بحرفية مذهلة تم رصها بواسطة هذا الروبوت الرائع، حيث وبعد البرمجة على قطع الأطوال والسمك المحدد للقطع الخشبية يبدأ الروبوت في تكوين بناء مميز، وبفضل هذا النظام قل فائض عملية البناء. Road Printing Machine رصف الطرقات بسرعة لهي عملية صعبة وتكاد تصل للمستحيل، ولكن مع هذه الآلة السويدية فهي عملية سهلة وسريعة بالفعل. كل ما على العامل هو رصف القوالب بالشكل المراد لتصفه هي على الأرض بدقة مذهلة وتضمن لك سطحا مستويا تماما. تستطيع هذه الآلة رصف مساحة تصل حتى 300 متر مربع في اليوم الواحد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. دمتم بخير، شكرا للمشاهدة.